مساء الخير متابعينا في كل مكان، متابعينا المصري اليوم اهلا بحضراتكم. معكم احمد محي مراسل محافظة قنا. احنا الان النهارده معانا عم محمد عزب، يعني عم محمد عزب من منذ اكثر من 25 عام وهو شغال في اعاده تدوير الخشب رغم الاعاقه بتاعته اللي تحداها، ويعني استغل اعاقته واشتغل في اعاده تدوير الخشب زي ما احنا شايفين. اهلا بيك يا عم محمد. انا عايزك تعلي صوتك كده وتكلمنا، وانت شغال ليك كام سنه شغال في المهنه وايه اللي خلاك تشتغل فيها، وكلمنا على ادواتك بتاعتك اللي انت بتستخدمها. والله يا باشا انا زي ما تقول متفرج على الفرشه. انا عايزك تعلي صوتك بس. انا في السنه هذه الفرشه واشتغلت فيها وربنا ستر الحمد لله. الحمد لله. انت دلوقتي بتعمل ايه انت؟ بعمل كعب بتاع سرير. كعب بتاع سرير؟ يا برمج اللي هو بيتحط في السرير. انت رغم الاعاقه اللي عندك الا انك ما استسلمتش واشتغلت في الشغل. الحمد لله الحمد لله يا بابا. الحمد لله. كلمنا وانت شغال على الادوات اللي بتستخدمها يا عم محمد. ده زميل يا ده اسمه زميل. زميل. بعمل بيه رسومات. ده بتعمل بيه رسومات. ده اول خشب بشتغل بيه كده. التجنيف يعني والخرز والحياه في الديكور يعني كده. المكنه اللي انت شغال بيها يا عم محمد دي اسمها ايه؟ مخرطه. دي المخرطة. مخرطة. يا ده وانت اللي عاملها او خلي حد يعملها لك. مش مكنة حديثة. لا. ده الشكل النهائي. ده اسمه كعب بيتحط في السرير. ده كعب بيتحط في السرير. طب ايه الاشكال تاني اللي بتعملها والحاجات اللي بتعملها؟ ممكن لو تعمل مثلا قول هنا. ولو عدم كده نعمله. بس يا باشا. طيب انت بدات في المهنه قلت لي من سنه كام؟ نقول كده من سنه كده 95. من سنه 95. كان عندك الاعاقه ولا؟ لا كان انا الاعاقه دي عندي من زمان. عندك انا متعلق. طب ايه هي الاعاقه اللي كانت عندك؟ الاعاقه زي ما نقولش الاطفال حصلت لي سخونيه واثرت على رجلي. رغم ده ما استسلمتش. الحمد لله. طيب بتبدا تيجي شغلك النهارده بتيجي شغلك من الساعه كام؟ من حوالي كده بعد العصر. بس هو اشتغل استنى رزق اللي هيجي. يا ربنا يرزقك. خلينا نتعرف كمان على المكنه اكثر، يعني اللي بتستخدم الان. ممكن يا باشا اللي واحد لما يقول ده بيبقى الاخر. على حسب طول الخشب. على حسب طول الخشب. ده اسمه ايه؟ اسمه الغراب المتحرك. الغراب المتحرك. على حسب كل حاجه يعني انا بظبط واربط انا في الصالون يا رباعي. بس. وتبدا في حد بيساعدك يا عم محمد؟ لا الحمد لله تمام. واحده؟ واحده. طب ممكن انا اديك خشبه ثانيه نعملها؟ والله يا باشا هات الخشبه دي والله. دي؟ اهي. ماشي يا باشا. دي قبل الشكل القبل النهائي. ايه الصعوبات اللي واجهتك في المهنه نفسها؟ برضه ما تعلمتهاش بالسهل. ما تعلمتهاش بالسهل. لا صبرت برضه لما تعلمت. والحمد لله. الحمد لله. طب ايه اللي كلمنا عن شويه صعوبات اللي واجهتك في حياتك او ايه اللي انت يعني برضه زي ما تقول خدت فتره لما تعلمت. خدت ليه هي صعبه؟ صعبه في الاول. صعبه يعني برضه اي حاجه صعبه في الاول. تعلمتهاش على طول يعني. اخذت وقت منك. وقت بقى. اشرح لنا انت هتعمل ايه الاول كده. انا بقى هعمل زي ايه نظام كوره. كوره. الكوره دي بيستخدموها مثلا في ايه؟ الكوره دي يا باشا بيستخدموها للعصايه اللي فيها زي الهوك دي اللي يعني ممكن يعملوا بيجي صغير على عصا زي كده بقى.
العدد بتاعك. انت بيجي لك مثلا خشب الجديد وانت بتصنعه؟ وانا بصنع يا باشا. طب انا عايزك توجه رساله اللي هي الشباب اللي بتقعد على القهوه مش راضي تنزل تشتغل، لانه في لو يدور هيلاقي شغل كتير. الشباب اللي هي تقول لهم ايه؟ والله اصبر والصبر ان شاء الله ربنا راح يبعت الفرج ان شاء الله. يعني طب هو مش بيسعى اصلا؟ الناس اللي مش بتسعى اصلا بتقول ايه؟ ربنا يهديهم. ربنا يهديهم. إعاقتك يا عم محمد ما أثرتش معاك في شغلك أو؟ لا خالص. لا وده دليل على إصرارك في الحقيقة. أنا لو ما عنديش صبر ما كنتش اتعلمت. لو ما فيش صبر ما كنتش اتعلمت الصنعة. الحمد لله الصنعة ربنا سترني فيها. الحمد لله. أنت معاك متزوج يا عم محمد؟ أيوه معايا ولد وبنت. أنا في التعليم. في التعليم يا باشا. ربنا يرزقهم إن شاء الله ويوفقهم. يا باشا. دي بقت رجل على الأسفل. دي بقت رجل على الأسفل. يا سلام. كده ده الشكل النهائي. هذا تسلم ايدك. احنا في الشغلانة نفسيها هل عليها اقبال دلوقتي زي زمان ولا اختلفت؟ لا والله برضه ريحت يا مستر. ريحت. طب في ادوات حديثه طلعت غير المخرطه ولا؟ لا المخرطه دي بس المخرطه بتاعي جاهزه فيها امكانيات اكثر من العمود. اكثر انت احسن من دي يعني. طب ايه اللي انت نفسك فيه يعني؟ والله نفسي ربنا ان شاء الله يفرجها علينا وربك نتطور في المكان نبعت في مكنه جديده ولا حاجه. يعني انت نفسك في مكنه جديده غير غير دي تساعدك؟ طب يعني المكنه الجديده تكلفتها كام او ايه اللي بتختلف عن دي؟ لا الخامه بتاعتها كويسه عندي. الخامه عندي؟ دي يعني بسم الله ما شاء الله انت من اول ما فتحت خليت حد يعملها لك. على خير يعني. ربنا يحفظك ان شاء الله عم محمد ويرزقك باذن الله. خلينا نشوف الاشكال اللي انت عاملها يعني. ايوه دي بتاع فاطمه مؤاخذة انا عاملها على اصغر. ودي على اصغر. دي الفطير ده الصعايد اكتر ناس يعني. دي المغزى بتاعت القبل ايه؟ في المدارس. في المدارس. كمان تصنع ادوات للمدارس. ما شاء الله. طب ايه ممكن تحوله تاني من الخشب اللي هو يمكن مش مستخدم في البيت بيجيبوا لك عشان تعمل اعاده تدوير؟ والله الخشب السير يعني لو مقطع ومربع ممكن نخرج منه. انت عايز تجيب سراب تجيب دكك تعملها برضه. احنا شايفين كده دي الورشه بتاعتك البسيطه بس. الحمد لله ربنا يرزقك يا عم محمد. انا اخد تجربه كده من بعيد اوريكم المكان بتاع عم محمد يعني ربنا يرزقه زي ما احنا شايفين رغم الاعاقه اللي عنده اللي اتحداها واصر انه يشتغل علشان يجيب رزقه بيه الحلال. ده المكان البسيط بتاع عم محمد عزب يعني مكان قديم الناس بتجيب له هنا الخشب القديم يعني ده يمكن اهو اللي احنا شايفين ده عم محمد خشب لسه انت هتعمله. ده خشب قديم كده. والمكان طب ممكن توريني اللي جوه؟ انا مش عايز بس جوه يا باشا زي ما تقول لسه بسجر وبنقطع ونعمل ده. انت بتقطع يعني انت بتقطع. طب كلمني الاول المراحل اول ما بتيجي لك الخشب ايه اللي لا تجيني مربع على الخشب تيجي لك مربع. طب مثلا خشب الكافور ايه اللي مربع زي كده لما اخذها زي اللي زي ده كده. ده بيجي كده مربع وانا اخرج الحته اللي قدام وانت تظبط فيه. المهنه زي ما قلت لي يعني ما عليهاش اقبال كتير الان مش كتير. لا مش كتير. طب ايه السبب؟ زي ما تقول مع مرور الزمن برضه وقلت زي الاوميجي لما اخذها اللي كانت تبقى الاوميجي برضه قلت. شكرا لك يا عم محمد وشكرا لكم متابعينا في كل مكان متابعي المصري اليوم. كنت معكم انا احمد محي مراسل محافظه قنا وشفنا قصه عم محمد يعني كلها اثار وعزيمه بتدي رساله لكل الشباب اللي هي قاعده مش راضيه تسعى على رزقها. عم محمد زي ما قلنا لحضراتكم من ذوي الهمه وبيشتغل في مكانه البسيط منذ اكثر من 25 عام في اعاده تدوير الخشب. شكرا لحضراتكم.